احنا النهاردة عايزين نناقش بعض الكلمات اللي حضرتك قلت فيها، بس عايزين تفصيل اكتر في الحلقة دي. قلت حضرتك عن البخاري ومسلم فيه عار عقائدي وفكري وإدراكي، فاحنا بنسألك ما هو دليلك حتى يتبين للمشاهدين؟ تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الأمر يعني يفترض أنه يكون كتاب البخاري جاهزا أمامي وجاهزا أمام المشاهدين، ويتم التعليم بالماركر على المقاطع اللي أنا هقول بعض منها الآن ليصدق كل مستمع ومشاهد هذا الأمر. فمثلا تجد في البخاري الذي يقولون عنه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله وأنه ليس به حديث واحد صحيح، طعن في القرآن، فيقال عن ابن مسعود أنه أنكر المعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويقول ابن حنبل في مسنده أنه كان يحك المعوذتين من مصاحفه عن ابن مسعود. طب إذا كان هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله، فكيف ينكر المعوذتين؟ هل كتاب الله عز وجل فيه زيادة؟ هذه واحد. الأمر الثاني تجد ويقول برضو عن ابن مسعود أن في سورة الليل كلمات زائدة، وذلك من قوله تعالى والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يقول والله ما قال وما خلق الذكر والأنثى، إنما قال والذكر والأنثى. فهل هذا صح؟ لا صح طبعا. ذلك يقال عن الله سبحانه وتعالى في باب اسمه باب يوم يكشف عن ساق. وممكن أي حد من الإخوة المشاهدين انه يبحث في الانترنت في البخاري عن باب يوم يكشف عن ساق، فيجد ان اهل الجنه يزعم البخاري ان اهل الجنه يعرفون الله عز وجل حينما يكشف لهم عن ساقه. فهذا تخريف في تاويل كتاب الله وتخريب للعقائد وتجسيد لله عز وجل. يقول أيضا البخاري في كتابه المخرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار كثيرا من رؤوس شواهق الجبال حينما فتر عنه الوحي. كل هذه أمور وغيرها وغيرها. يقول البخاري أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، مع أن الله عز وجل يقول ويقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فسمى كل من يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر أنه ظالم، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كل هذه الأمور وغيرها 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 الكثير والكثير في باب اسمه باب التداوي بأبوال الإبل، وقبله مباشرة باب التداوي بألبان الإبل. فهل هذا وحي من السماء كما يدعون؟ يعني هل هذه الأمور وحي من السماء كما يدعون أن الأحاديث النبوية الموجودة في كتب الصحاح أنها وحي من السماء؟